السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مشاهدينا الكرام على قناة الفجيرة مطلع الشمس، وفي برنامجكم 7 على 7 في مساء جديد. رحب فيكم أنا مع زميلتي مروة. مساء النور يا مروة. يسعد مساك يا عبد العزيز، ويسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة في برنامج 7 على 7. إن شاء الله اليوم بنتم وياكم لين الساعة 8 قبل ما تقضون نهاية عطلة نهاية الأسبوع اليوم يا عبد العزيز. ولكن شو بتسوي في نهاية الأسبوع؟ هل عندك مخططات؟ سويت شيء؟ شو؟ طبعا اليوم مباريات كأس الخليج العربي، ففي الواحد يقدر يستمتع ويطالع المباريات مع العائلة والأصدقاء، وتكون سهرة جميلة إن شاء الله. نعم. بإذن الله تعالى. والخميس دوما مثل ما يقول الخميس الونيس. صحيح. نحن كنا على إجازة وداومنا يومين بس فعلا، ومقبلين على إجازة ثانية طبعا. نعم. راح نبتدي بهذا الخبر يا مروة ومشاهدين الكرام. أعلن مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي فتح باب التصويت الجمهور على المبادرات التسع المرشحة للحصول على رعاية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، والتي تم اختيارها من أصل أكثر من 70 مبادرة عملت عليها الجهات الحكومية المشاركة لتحسين 40 خدمة رئيسية. وتتميز الدورة الحالية باستحداث آلية تصويت هي الأولى من نوعها، حيث سيكون بإمكان المتعاملين المستهدفين من متعاملي هذه المبادرات المرشحة فقط التصويت للمبادرة المتميزة التي ساهمت في إسعادهم وتسهيل تجربتهم عند تلقي الخدمات. فعلا. وأكدت أيضا إيمان السويدي مدير أول بمركز نموذج دبي أن راية برنامج حمدان بن محمد الحكومة الذكية لها دور فاعل في دفع الجهود الرامية إلى تطوير أدوات العمل الحكومي بالشكل الذي يتضمن إيجاد حلول ناجحة للتحديات الحالية والمتغيرات المتسارعة والانطلاق بثقة نحو المستقبل. ويأتي استحداث مركز نموذج دبي لآلية التصويت الجديدة في إطار إيمانه بضرورة إشراك المتعاملين في عملية التحسين المستمر للخدمات الحكومية لقياس مدى نجاح هذه الخدمات، بحيث سيتم اختيار المبادرة الحكومية الأكثر ابتكارا وجدارة للحصول على راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، استنادا إلى آلية جديدة قائمة على حصد أصوات الجمهور، بالإضافة إلى تقييم عال من لجنة التحكيم. فعلا مثل هذه المبادرات اللي تطلع يا مروة ومشاهدينا الكرام هي قاعد تهدف وتخدم المجتمع بشكل كبير، ونشوف ما شاء الله حكومة دبي سباقة مثل هذه في مثل هذه فعلاً. المبادرات وهذه المسابقات يا عبد العزيز اكيد تحفز عند الاشخاص انهم يكونون ايضا ناجحين، لان في النهاية حلو التكريم وحلو ان فعلا نعترف ان فعلا في مواهب فعلا موجودة في دولة الامارات، المفروض ان نكرمها ونسلط الضوء عليها اكثر. فعلا. ومن المقرر أن تستمر فترة التصويت خلال الفترة من 4 ديسمبر الحالي وحتى 18 من هذا الشهر عبر الموقع الإلكتروني الظاهر أمامكم على الشاشة، وعلى أن يتم الإعلان عن الجهة الفائزة خلال ملتقى حمدان 2019. فعلا يا عبد العزيز اكيد الموقع بيظهر على شاشه الفجيره الان بنشوفه، واكيد ان شاء الله كلهم يشتركون فيه، ونكون ايضا فخورين بابناء الامارات وبنات دوله الامارات العربيه المتحده في مشاركاتهم، وان شاء الله الجميع يكون فالهم الفرصة. هذه دعوه للجميع ان شاء الله انهم يشاركون. طبعا في حلقه اليوم معنا مبادره معا لبناء مجتمع السعاده، وفي فقره حديث الدار مواطن اماراتي يحتفل باليوم الوطني للامارات سيرا على الاقدام من اماره الفجيره الى اماره ابوظبي. وايد ما شاء الله، نحن بالسياره نتعب لو طلعنا من الفجيره لابوظبي، فكيف لو حب الوطن كل شيء فعلا موجود. كل شيء سهل في حب، كل شيء يعني يجوز في حب فعلا. الوطن بعد ملتقى الطلاب الثانوي الثاني ثقافتنا التسامح في زايد للثقافه الاسلاميه. وايضا في فقره بانوراما بنتعرف على روايه بين النفس والاخر، بنتعرف أكثر على هذه الرواية الجميلة. الحين بنروح لاحتفالات العيد الوطني، ففي إطار احتفالات العيد الوطني 48 نظمت بلدية الفجيرة فلع قدفع برنامج هائل بالفقرات المختلفة يوم الجمعة الماضي، خبرنا عن تفاصيلها يا عبد العزيز. حيث طبعا تجمع العديد من أهالي منطقة قدفع وسط الأجواء الاحتفالية الرائعة، شمل البرنامج عروض مختلفة من يوم الشهيد والعيد الوطني 48، شوف ياكم أكثر في هذا التقرير. نحتفل اليوم بالعام 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة،
في هذا اليوم توحد الشعب، توحدت الكلمة. في هذا اليوم نتذكر بكل فخر المناسبة التاريخية السعيدة والإنجازات العظيمة التي تحققت في هذا اليوم في عهد الاتحاد في ظل قيادة رشيدة حفظهم الله ورعاهم. ما نعيشه هنا اليوم تتمناه شعوب سبقتنا بمئات السنين. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى أن وهبنا قيادة رشيدة قادت بنا السفينة إلى بر الأمان. وما نعمله نحن اليوم من جهد وعمل هذا شيء يسير، لا يكون شيئا أو لا يعد شيئا أمام عطايا الوطن لنا. فنتمنى أن يسود الأمن والأمان جميع دول العالم. برنامج هو عبارة عن فعاليات مثل ما أنت شايف، الأهازيج شعبية بالمناسبة، فقرات تعبر عن الوطن وعن حب الوطن، كذلك معروضات تراثية عن الماضي. فالماضي له فضل علينا، كذلك يجب أن نبرزه، وكما نحن في الحاضر يجب أن لا ننسى ماضينا. فرق كبير، الإمارات كانت ضعيفة قبل الاتحاد، الإمارات كانت متناحرة، بعد الاتحاد تماسكت دولة واحدة، كلمة واحدة، شعب واحد، زاد فيها الرخاء والنماء. فنحمد الله نحن اليوم في نعمة يجب أن نحافظ عليها ونحميها بكل ما لدينا من قوة وبكل ما نملك، نفديها بأرواحنا. فعطايا الوطن كبيرة علينا، لا تقدر بثمن. يختلف، يجب أن يختلف بأن نكون متسامحين، يجب أن نكون نعدي عن ما مضى من هفوات أو اختلافات أو غيره، يجب أن نترفع عن الخلافات، يجب أن نحن نتعايش مع جميع الناس ونتسامح مع جميع الناس. يحتفل العالم في 3 ديسمبر من كل عام بالأشخاص ذوي الإعاقة أو ما اصطلح على تسميتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصحاب الهمم. وبالتزامن مع الاحتفالات العالمية تنظم مكتبة اقرأ واستمتع في دبي مبادرة معا لبناء مجتمع السعادة، وذلك مساء الأحد المقبل. طبعا بنتعرف مزيد من التفاصيل، معنا عبر الهاتف الأستاذة فداء الكندي مسؤول تنظيم مبادرة معا لبناء مجتمع السعادة. مساء النور والسرور. مساء الخير، كيف الحال؟ يسعد مساك. يا مرحبا. الله يطول عمرك. لو تحثينا اكثر عن مبادره معا لبناء مجتمع السعاده. هي نعم، نحن هاي المبادره عندنا تيجي تحت مسمى بصمات ثقافيه، من بينها الاحتفال باليوم العالمي لاصحاب الهمم بشعار سعادتنا بينكم. جميل. طبعا احنا المبادره هاي نحن دعينا ليها جميع الدوائر الحكوميه والخاصه ومراكز ذوي الإعاقة، ذوي أصحاب الهمم، وطبعا نوادي أصحاب الهمم، عشان نبرز 4 محاور من بينها الدور الفعال لدولة الإمارات كمؤسسات حكومية وخاصة في دعم أصحاب الهمم. أيضا بنبرز من خلال مبادرتنا إن شاء الله التحديات والصعوبات اللي تواجه أصحاب الهمم في دولة الإمارات. وبنبرز إن شاء الله دور المراكز ذوي الهمم والنوادي في تطوير أصحاب الهمم، وإن شاء الله بيكون في عنا عرض ل3 مراكز من أصحاب الهمم على المسرح بيقدمون لنا فقرات. أيضا بنطلع إن شاء الله بتوصيات، وإن شاء الله بيكون في معنا معرض مصاحب من إنتاج أصحاب الهمم، لأن إحنا شعار اليوم العالمي لأصحاب الهمم هو تمكين أصحاب الهمم. نعم. أستاذة فداء، خبرينا أكثر عن الجهات المشاركة في هذه المبادرة. احنا بالنسبه للجهات المشاركه معانا بتكون معانا جمعيه همه. نعم. وجمعيه همه هي القبه الرئيسيه لدعم اصحاب الهمم في دوله الامارات من ابو ظبي، اللي هي تحظى برعايه ورئاسه من الشيخه فاطمه بنت مبارك. ايضا في عندنا شرطه دبي،
وفي عندنا هيئة تنمية المجتمع، وفي عندنا قرية سند، وفي عندنا جامعة عجمان، وبيكون معنا جمعية الإمارات لحماية الطفل، وبيكون عندنا شو اسمه؟ جميل جميل، ما في مشكلة. جمعية اجتماعية ما شاء الله العدد وايد كبير في المشاركين، يعني ممكن تنسين أسامي طبيعي. لا يعني احنا في عنا يعني حتى لا ننسى حد وما يزعلون منا. صحيح. بيكونوا معنا بعد مركز المشاعر، نادي دبي لأصحاب الهمم، بيكون معنا مركز النور، بيكون معنا دائرة الاجتماعيين في الشارجة، يعني احنا داعين لعدة فئات من المجتمع. الحمد لله. لإبراز دور الإمارات في هذا الشيء إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. أستاذة، شو هي الخدمات اللي راح تقدمها المؤسسات الحكومية والخاصة لدعم أصحاب الهمم في دولة الإمارات؟ والله هم الان قدموا واحنا جايين بنبرز هذا الشيء. جميل. يعني احنا التنظيم مالنا لابراز الدور اللي هم قدموه، التمكين اللي مكنوه لاصحاب الهمم في دوائر الحكوميه، لان دمجوا اصحاب الهمم معهم، دخلوا الدوائر اشتغلوا، قدموا لهم وايد تسهيلات لاصحاب الهمم في دوله الامارات. يعني بالعكس، يعني نحن فخورين ان بلادنا في دوله الامارات تدعم هاي الفئه وتسلط الضوء عليها. يعني نعم استاذة فداء، اكيد في تحديات تواجه اصحاب الهمم، خبرينا اكثر عن التحديات التي تواجه اصحاب الهمم. والله احنا بالنسبه للتحديات اللي تواجه اصحاب الهمم هي يعني تحديات عديده وليس تحدي واحد. يعني اهم تحدي ان احنا نبقى نكسر الحاجز ما بين الاشوياء واصحاب الهمم. نعم، محاوله دمجهم اكثر. نعم 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 نعم، هذا اهم شيء عندنا، ان احنا ينكسر هذا الشيء، وان شاء الله ان الكل يكون متفهم هاي الحالات وكيفيه التعامل معنا. صحيح. كيف تشوفين الدور في تطوير طبعا قدرات اصحاب الهمم انهم يقدرون يواكبون المجتمع ويواكبون التغيرات اللي تصير في المجتمع؟ بالعكس، انا اشوف اصحاب الهمم ينتجون اكثر من الاسوياء. جميل. ويبدعون اكثر من الاسوياء. يعني انا عندنا امثله كثيره موجوده في دوائرنا الحكوميه ما شاء الله عليهم، يعني مبدعين ومخترعين وكاتبين ومصورين، واحنا ان شاء الله بيكون معانا تجربه مصور معانا ان شاء الله الاستاذ محمد البلوشي، يعني ان شاء الله بيكون معانا وبيتكلمنا عن قصته وقصه النجاح الجميله اللي سواها. وطبعا احنا من بين فريقنا الاستاذ بثينه بيات، هي بعد معانا في سمد بي، وهي من اصحاب يعني الحركه، وما شاء الله عليها مبدعه معنا في الفريق، مبدعين بلا حدود هم. شكرا لك استاذه فداء الكندي، مسؤول تنظيم مبادرات معنا لبناء مجتمع السعاده. شكرا لك. شكرا. يا مرحبا. انا اشكركم بعد تلفزيون الفجيره اللي دعمكم وتمكيننا ان نقول راينا يعني على الملأ فيه، جزاكم الله خير. مشكوره. هذا واجبنا. الله يعطيك العافيه. الله يسلمك. يا مرحبا. الله يسلمك. طبعا جميله المبادرات اللي تقوم لخدمه اصحاب الهمم، لان دورهم وايد كبير في المجتمع، وكيف فعلاً. ما قالوا هم ما شاء الله مبدعين في كل المجالات فعلا. وايضا حكومتنا الرشيده يا عبد العزيز ايضا تحاول دمج اصحاب الهمم مع المجتمع، لان فعلا ايضا اصحاب الهمم لهم دور وايد كبير في المجتمع، ورساله ايضا يقدمونها. كنت بنقع الحين، المهم مشاهدينا فاصل سريع ورادين لبرنامج 7 على 7، خليكم معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام. حب الوطن في اكثر من شخص يعبر بطريقته الخاصه دوما، يعني في ناس اللي يسوي لك اكبر علم قدام بيته، واللي يطبخ لك اكبر مائده طعام، بس ضيفنا اليوم مشى من الفجيره لين ابو ظبي مشي. صحيح. فشيء يعني فعلا ان نحن كلنا لما نسمع عنه ولا نقرا عنه نستغرب من هذا الشيء. طبعا هي مبادره 7 لآلاف في عقد من ذهب سيرا على الأقدام من إمارة الفجيرة إلى إمارة أبو ظبي، احتفالا باليوم الوطني 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة. راح نتعرف مزيد في فقرة حديث الدار. أرحب بضيفنا في الاستديو الأستاذ عيسى راشد الريامي، صاحب مبادرة 7 لآلاف في عقد من ذهب. أهلا ومرحب فيك أستاذ. أهلا وسهلا أخت مروة، للشرف طبعا أني موجود في إمارة الفجيرة، وبالضبط في استديوهات تلفزيون الفجيرة. يا مرحبا. مرحب. خبرنا أكثر أستاذ عن مبادرة 7 لآلاف في عقد من ذهب. نحن ما نختلف أن كل إمارة فعلا هي لؤلؤة،
وجوهرة، لكن خبرنا عن هذه المبادرة أكثر. أول شيء طبعاً ما يحلى الشيء إلا بسم الله الرحمن الرحيم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم، وأمس عليكم في الاستوديو وعلى مشاهدينكم في استوديو إذاعة الفجيرة. وأيضاً عندي كلمة شكر، أول شيء شكر لله سبحانه وتعالى أني موجود ما بينكم حالياً، وأيضاً أني من هذه الدولة العظيمة الإمارات العربية المتحدة. طبعاً إحنا لو الكلام ذو شجون مثل ما يقولون، إذا بنتكلم عن دولة الإمارات خصوصاً إحنا في أيام العرس الإماراتي اللي هو اليوم الوطني لدولة الإمارات، كل إنسان سواء كان اللي لاحظته أنا، سواء كان من الإمارات أو مقيم في الإمارات أو مقيم في دولة الإمارات، يحاول يعبر عن حبه فعلاً الأرض الطيبة دوماً تحبب الناس فيها، ودولة الإمارات تعيش فيها أكثر من 200 جنسية. شفنا في الاحتفالات 200 جنسية احتفلوا في الإمارات، صحيح، وكأنهم هذه دولتهم. اليوم لو نتكلم عن المبادرة، كيف جت فكرة المبادرة هذه؟ وفيها شوية مغامرة أنك أنت تطلع ماشي من الفجيرة لين تروح بوظبي، لو تحدثنا عن فكرة المبادرة هذه أخوي عيسى. أقول لك بس كلمتين مختصرة. تفضل. عيشي بلادي، عاش اتحاد وإماراتنا. هذا النشيد الوطني يعطيك حافز ويذكرك بالأجداد، ويذكرك بدايات لما الشيوخ الله يرحمهم اللي بنوا الاتحاد، وكان في هذيك البداية فكرة كانت في البدايات كانت عند الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له، مع الشيوخ الباقين الله يرحمهم اللي أسسوا الاتحاد. أنت تتذكر هذا بس، فترجع ذاكرتك للخلف. وثاني شيء بعد أجيك إحساس بالوطنية، نعم، يتجدد هذا سنويا يعني. فأنا تميت أفكر أقول أبغي أسوي شيء أتميز فيه عن باقي الناس، وهذه الفكرة من زمان على فكرة عندي يعني. فقلت سنة تروح سنة وتجي سنة، بس هالسنة هذه الله كتب أني أنا يعني أسوي الفكرة المبادرة. هذه موجودة عندك من زمان؟ موجودة بس صارت أقوى هالسنة هذه، لأن 2020 قريب. نعم. 2020 والتسامح، خلاص لازم تنفذ. نعم. زين، لكن خافي شيء أكثر، صح؟ لا بس هي تحمل عدة رسائل. تفضل. أستاذ عيسى، مشيتوا من إمارة أبوظبي لين إمارة من إمارة الفجيرة أعتذر لين إمارة أبوظبي مشيا على الأقدام، شو الهدف من هذا الموضوع، من هذه المبادرة أيضا إنكم تمشون على أقدامكم من إمارة الفجيرة لين أبوظبي؟ حبا للوطن، حباً لشيوخنا الله يحفظهم. شو الرسالة اللي تبى توصلها أيضاً؟ الرسالة اللي أبى أوصلها هي ما في شك أن كل الناس خلف القيادة يحبون هذا الوطن، يحبون قيادتهم، ولكن أحياناً الجدر فواح مثل ما يقولون، فالحب يزيد يعني. بما أنك أنت عايش في الدولة، أبى أقدم شيء لوطني، أبى أقدم شيء لبلادي، أبى أسوي شيء ما حد سواه، هاي هي كل الفكرة اللي عندي. جميل. بغيت أوصل من الفجيرة. طبعا المبادرة الكتاب ينقرأ من عنوان المبادرة، سبع لآلئ في عقد من ذهب. السبع لآلئ هي السبع إمارات. نعم. والعقد هو من ذهب، والذهب عمره ما يتغير. فعلا الذهب عمره الذهب عمره ما يتغير، لأن الاتحاد. جميل حب الوطن، جميل الرسالة اللي سويتها. لكن لو تكلمنا لما بدأت رحلتك من الفجيرة، كم يوم خذت عليك الرحلة؟ كيف كنت ترتاح؟ طبعا ممكن من إمارة لإمارة، أتوقع لو طلعت أنت من الفجيرة ورحت لعيمان. نعم. أو من مقيوين بديتها، أو من رأس الخيمة، لو مشيت على الطريق يمكن يأخذ منك يوم ونص ولا يوم، ما أعرف مشي. نعم. فكم يوم مدة الرحلة اللي كانت من الفجيرة لين أبوظبي؟ أول شيء أبى أذكرك أن إحنا عيال زايد أخوي، وعيال زايد دائما علمونا أن لا مستحيل، إحنا بلد لا مستحيل. فعلا. نعم فعلا. وثاني شيء حب الوطن يدفعني اني انا اخلص وكلمه الرجال وحده، ما دام بديت ابغي اسوي شيء حبا في الوطن ابتديه بسم الله وبنتهيه بالحمد لله في أبوظبي يعني. وفعلا صار بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى. الدافع هو حب الوطن، حب الشعب، وحب شيوخنا
الله يحفظهم. كم يوم تقريبا خذيت؟ 12 يوم. 12 يوم. نعم. نعم. استاذ عيسى، يوم قريت عن الموضوع في الصحف عن هذه المبادرة السبع لآلئ في عقد من ذهب، توقعت ان عندك ايضا رسالة في حب الوطن في المجمل، يعني ان في حب الوطن، والرسالة الثانية هي الرسالة التثقيفية ووعي الرياضي. خبرنا اكثر، هل لهذه المبادرة تعزيز لمفهوم الرياضة وايضا تعزيز الرياضة المجتمعية؟ هي مثل ما تفضلتي أخت مروة، هي رسالة فيها هدفين، هدف وطني وهدف رياضي. نعم. لو نجي نتكلم عن الهدف الرياضي بنتكلم عنه، ولكن لو جينا نتكلم عن الهدف الوطني وايد بنتكلم عن أشياء، بنتكلم عن التسامح، بنتكلم عن زايد الله يرحمه، بنتكلم عن الشعب الوفي اللي خلف قيادته، بنتكلم عن وايد أشياء. لكن بالنسبة للرياضة، بما أني أنا رجل خمسيني، يعني 54 عندك شباب؟ 54 ما يبين عليك. الله يعطيك الصحة والعافية أخوي عبد العزيز، هذا من طيبك. أنا حبيت أني أنقل رسالة للناس أن الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة، فعلا شيء مهم جدا في حياتنا. لكن أنا بأتكلم عن تفاصيل الرحلة. لما طلعت أنت طبعا الليل وين كنت تنام؟ هل كنت ترجع لمكان معين تبات فيه وترجع اليوم الثاني في نفس المكان تكمل مسيرتك، ولا كنت تخيم في مكان، ولا كنت تروح يعني لما توصل لإمارة معينة خلاص تبات في الإمارة هذه وتتوجه اليوم الثاني وتروح لمكان ثاني؟ أبا أعرف تفاصيل الرحلة، لو تكلمنا شو اللي شفته في الرحلة، لأن يعني الرحلة هذه بروحها لما الواحد يمشي بسيارته يطلع من الفجيرة يمر على الإمارات السبع فيحس متعبة، يعني فيها يشوف شوي أشياء ما شافها من قبل، في أشياء جديدة يشوفها. فأنت ما شاء الله مشيتها مشي، فبتشوف أشياء نحن ما شفناها اللي في سيارات. في جسم الإنسان ثلاث أشياء، فيه اللياقة، وفيه القوة الجسدية، وفيه قوة الإرادة. إذا هاي واحد من هالثلاث الأشياء، أنا أعتبر قوة الإرادة أقوى من الشيئين هذي اللي هي اللياقة والقوة الإرادة، إذا جت عندك ما يوقفها شيء، تكون مثل الطوفان يعني. فكانت عندي قوة الإرادة، لما الناس تشوفك وتشجعك هاي بروحها يعطيك دافع فعلا. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة أخي الكريم، يعني حبي للوطن مثل ما قلت لك، وإني أنا أبقي يعني بديت هذا الشيء، فقلت لابد وقطعت وعد على نفسي إني لابد إني أخلصه في أبوظبي. رقم أربعة، في كان تخطيط مسبق للموضوع. حلو. تخطيط المس دائما، انت لما مشوار الميل يبتدي بخطوه، انت لما تبغى تسوي شيء لابد انك تخطط له، صح اخوي عبد العزيز؟ فبديت اقسم يعني المسافات، يعني في اليوم كم امشي مثلا 30 كيلو، الكيلو هاي مقسمه 30 ل 15 15 15 الصبح 15 شو بالليل. زين، فصار وبعدين انا كنت في عندي جدول تمارين قبل ما ادخل في الرحله هاي او في المبادره هاي، كان في تمارين مستمره، يعني لان انسان عادي ما يقدر يدخل الا لازم تكون تذهب عمرك خلال 12 يوم. في كل يوم تمشي 30 كيلو، ولا في ايام طبعا زدت فيها لين توصل لابو ظبي، صحيح؟ بس فيه هو الملاحظ انك استوى الجدول مضغوط، لان فيه صارت امور خارجه عن الاراده. نعم. هو المفروض انه من تاريخ 15/11 تبتدي المبادره، بس الامور خارجه عن الاراده يعني. نعم. زين، تم تاجيلها شوي، تم تخلصت المده لين استوى 12 يوم. لكن كلمه الرجال وحده اني ابتدي واخلص باذن الله سبحانه وتعالى. نعم. والله كان معاي يعني الحمد لله، وخلصنا يعني بديناها بسم الله. نعم. وانهيناها بالحمد لله. ذكرت انك رجل خمسيني استاذ عيسى، هل من هذه المبادره، مبادره المشي والسير على الاقدام في يوم الاتحاد او في حب الوطن اللي سويته اليوم، بتشجع بهذه الطريقة أو بهذه المبادرة فئات المجتمع على ممارسة رياضة المشي؟ لأن أحس اليوم يعني ما في وايد شباب يمشون سيراً على الأقدام. الحقيقة أخت مروة، كثير من الناس اللي هم كبار المواطنين اللي أعرفهم اتصلوا فيني قال أنت شجعتنا على المشي وشجعتنا على أن نمارس الرياضة يعني. فهذه البادرة اللي أنا سويتها مثل ما ذكرت بالأول. نعم. أنها هدفين لها، الهدف الأسمى اللي هو
الوطني والثاني رياضي. فالرياضي هذه رسالة للجميع أساس ممارسة الرياضة في الفئات العمرية. جميل. الحمد لله. في بعض الطرق الوعرة طبعاً عدنا نحن في الفجيرة من جبال الفجيرة وممنوع طبعاً أكيد التزمت بالقوانين اللي هي الشوارع الرئيسية ابتعدت عنها. كيف قدرت تتصرف في الطرق الوعرة شوية في المشي خاصة؟ لأنه مش يعني ما مسواي للمشي هي. كيف قدرت تتصرف في هذه الطرق؟ أخوي عبد العزيز لازم تكون في معوقات سواء كان في الطريق أو في المشي أو واجهت معوقات كثيرة. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى قدرنا نتجاوز هاي المعوقات يعني بالتعاون مع طبعا وبالمناسبة هالكلام يعني عن المبادرة حبيت بعد أقدم كلمة شكر لتعاون الشرطة بداية لوزارة الداخلية خصوصا ومراكز أو يعني اللي هي إدارات الشرطة في كل إمارة حبيت أقدم لهم الشكر الجزيل يعني لتعاونهم وطبعا شكري الخاص لأنهم كرمونا طبعا شرطة الشارجة اللي يعني شو أقول لك يعني يعجز الكلام عن الوصف في هالموضوع. رحلة جدا نعم. جميلة كانت يعني تجربة جدا جميلة. مرة ثانية أخذنا وياك إن شاء الله. إن شاء الله. حاضر حاضر. نحن يعني أنت ما شاء الله روحك شباب نحن يمكن ما نقدر نكمل ها؟ بنريح أكثر شوي ريح ثلاث مرات في اليوم. الله يحفظك أخوي عبد. شكرا لك. بيأخذون شهر إذا خذيت عبد العزيز وياك بتأخذ شهر في المشي مش 12 يوم. ما تعرف عني شيء مرة. شكرا لك أستاذ عيسى راشد الريامي صاحب مبادرة سبع لآلف في عقد من ذهب. شكرا لك. الله يطول عمرك. أنا عندي كلمة أخيرة أبغي أضيفها. حب الوطن وحب القيادة هذا شيء سامي جدا. و يعني أنا تمنيت أني أشل هذا العلم من الفجيرة وأطوف به الإمارات الباقية لين أوصل أبوظبي وأحب يعني كتف شيخي وأبوي الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه. أمين. كان هذا مناي. ولكن يعني بعد تفاعل الناس و يعني تواصلهم وياي يعني شيء بعد كان جدا راقي يعني. ولكن نعم. كان هذه من أمنيتي أني في يوم الاتحاد أن أسلم على شيخنا وأبونا الشيخ محمد فعلا الله يحفظه وطول عمره أبونا الشيخ محمد بن زايد. شكرا لك وإن شاء الله دوما مزيد من التفوق والنجاح. يعطيك شو عندك مع أول حينة؟ تزامنا أكيد بنرد لاحتفالات أخرى وتزامنا مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني 48 نظمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة احتفالا بمركز خدمات المرور والترخيص بمنطقة الحيل في الفجيرة. خلونا نشوف هذا التقرير ويا بعض. بداية أنا أهدي تحيات وتهاني القيادة العامة لشرطة الفجيرة إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإلى سيدي مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسيدي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي قائد القوات المسلحة بهذه المناسبة العظيمة على قلوبنا ألا وهي الاحتفال باليوم الوطني 48 الله يعود علينا وعلى جميع المواطنين والمقيمين بالدولة بالخير واليوم والبركات. طبعا جاءت احتفالاتنا اليوم تأكيد على إنجازات هذا الوطن الغالي على ما قدمه من عطاءات وإبداعات وتميز في على شتى مجالات الوطن العربي بشكل خاص والعالم بشكل عام. احنا الحمد لله في
في نعيم بهذه القيادة الرشيدة وفي خير وأمان على هذا الأرض على أرض الوطن. ونتمنى إن شاء الله أن احنا نكون أفراحنا دائما في خير ومسرات، وكل عام وأنتم بخير وكل عام والقيادة الرشيدة بخير. مناسبة عزيزة على جميع المواطنين والوافدين اللي مقيمين بهالدولة، منهني طبعا شيوخ الإمارات وعلى رأسهم الشيخ خليفة وحكام الإمارات الباقيين على محبتهم للشعب، محبتهم للوافدين، عطائهم اللامحدود، ومنقول لهم كل عام وانتم بخير والإمارات بألف خير وصحة وسلامة. طبعا من احتفالات اليوم الوطني راح نروح وياكم لهذا الخبر اللي هو ملتقى الطلاب الثانوي الثاني اللي بتنظيم من دار زايد للثقافة الإسلامية تحت عنوان ثقافتنا التسامح، وذلك تزامنا مع عام التسامح. المزيد من التفاصيل ويانا الحين عبر الهاتف مباشرة الدكتورة مريم الكلباني رئيس قسم المناهج والبرامج الثقافية والتعليمية بدار زايد للثقافة الإسلامية. هلا مرحب فيك أستاذة. مرحبتين، هلا وسهلا. يا هلا ومرحب فيك استاذه. خبرينا اكثر عن ملتقى الطلاب السنوي الثاني. نعم، بالنسبه لملتقى الطلاب الثاني هو الملتقى العام الثاني على التوالي. السنه كان تحت عنوان ثقافتنا التسامح، ومثل ما تعرفون كان تزامن العام التسامح كرساله دار زايد الثقافه الاسلاميه يعكس فيها الطلاب ما تعلموه من قيم التسامح والتعايش في بيئة حقيقة نقدر نقول أنها متلاحمة اجتماعيا، وهاي البيئة أرسى قواعد بنائها الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه، ويعبرون في هذا الملتقى من خلال مشاريع تخرجهم العلمية عن صور التسامح في حياتهم وأثرهم في تماسك المجتمع وتلاحمه ووحدته، متخذين من إمارات التسامح نموذجا يحتذى به عالميا في تحقيق قيم التسامح والتعايش، خصوصا بأن نعيش بين أكثر من 200 جنسية تربط بينهم جسور التسامح والسلام المجتمعي. جميل أستاذة، كيف يعتبر الملتقى منصة طبعا لطلبة الدار للتعبير من خلال مشاريعهم مشاريع تخرجهم العلمية عن صورة التسامح في حياتهم وأثره وأثر تماسك المجتمع؟ نعم، طبعا هو من خلال البيئة الصفية التنافسية وخلينا نقول الإبداعية اللي توفرها لهم دار زايد الثقافة الإسلامية، ومن خلال تقسيم هؤلاء الطلاب إلى فرق عمل، واختار كل فريق منهم موضوع يعمق قيم التسامح والتعايش من خلال وجهة يعني نظرة ومن خلال ما يراه يعني في 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 المجتمع المحيط. جاءت مشاريعهم العلمية بعناوين فعلا حقيقة تعكس أثر التسامح في حياتهم ودوره في تماسك المجتمع. نعم. فعلى سبيل المثال مثلا كانت واحد من الأوراق التسامح في حياة المهتدين، الورقة الثانية كانت عن واقع التسامح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تكلمنا على مستوى أثر التسامح في بناء مجتمع متماسك، قدم طالب مثلا من الطلاب أثر التسامح في تماسك الأسرة والمجتمع. فهو الملتقى تجربة فعلا متميزة للطلاب لتفعيل مساهماتهم في بناء يعني مجتمع خلينا نقول متسامح متماسك، ففعلا يعكس الواقع الحقيقي لقيم التسامح في مجتمع الإمارات. نعم. دكتورة مريم، لكم دور كبير وساهمتوا أيضا في ربط اسم دولة الإمارات العربية المتحدة بكل القيم الإنسانية النبيلة، خبرينا أكثر عن هذا الموضوع. نعم، دار زايد حقيقة لها دور حضاري في نشر ثقافة التسامح بدولة الإمارات، يعني قبل ما ينطرح أن هذا العام عام التسامح كنا فعلا شغالين في إبراز قيم التسامح
هالدور يتجلى خلينا نقول في مشاريع تسعى الدار من خلالها الى تعزيز ثقافه التسامح في المجتمع، ابرزها يعني على سبيل المثال للحصر تنظيم منتدى التسامح السنوي اللي يستهدف المهتدين والمهتمين في المجتمع المحيط. ايضا تعمل الدار دائما على ترسيخ مبادئ التسامح من خلال مناهجها الثقافيه الموجهه للمستفيدين من خدماتها التعليميه. لو اتينا الى بعض البرامج مثلا برنامج اللغه العربيه للناطقين بغيرها. يعني هذا نعتبره جسر فعلا للتواصل الحضاري من كافه الثقافات والديانات. صحيح. كذلك في ملتقيات الدار وفعالياتها الموجهه مثل حياتي بالقيم اجمل، في عندنا برنامج احسن القصص، في الخيمه الرمضانيه، كلها تؤكد تثبيت مفهوم التسامح وتعزيزه في المجتمع. ايضا دائما نركز في اصداراتنا الثقافيه على ابراز قيمه التسامح اللي تسعى من خلالها ترسيخ مفهوم التسامح في المجتمع. ومن ابرز فعلا المبادرات هذه السنه كانت وثيقه ايضا المليون متسامح اللي وصلنا فيها اكثر من مليون من 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 مليون توقيع، ولله الحمد حصلت الدار زايد على اوائل الامارات الاسبوع الماضي في هذه المبادره. جميل. فهي كلها مثل ما قلنا انها ترسخ مفهوم التسامح تطبيقا للرؤيه الاستراتيجيه حقيقه لدوله الامارات. جميل جدا، شكرا لك دكتوره مريم الكلباني رئيس قسم المناهج والبرامج الثقافيه والتعليميه بدار زايد للثقافة الإسلامية. شكرا لك. شكرا لكم. يا أهلا وسهلا. جميلة جدا ثقافة التسامح اللي موجودة في دولة الإمارات والتعايش اللي موجود في دولة الإمارات يا مروة. وجميل جدا يا عبد العزيز أن فعلا أبناء وبنات زايد يكونون فعلا قدوة للعالم أجمع بأخلاقهم النبيلة وأيضا تصرفاتهم، ويكونون أول أشخاص متسامحين. الفاصل عندك. يلا مشاهدينا ننتقل لفاصل سريع، عقبها مكملين وياكم فقرات برنامج 7 على 7، خلكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا الكرام. طبعا بهدف تسليط الضوء على اسبوع ابو ظبي للاستدامه، احد اكبر التجمعات العالميه المعنيه بالاستدامه والذي راح يقام في يناير المقبل، تم اطلاق مبادره الحافله المستدامه والتي تتمثل في تنظيم رحله توعويه عبر حافله مستدامه تجوب الامارات السبع انطلاقا من اماره الفجيره لتنتهي الرحله باماره ابو ظبي. راح يطلع زوار الحافله على مشاريع مهمه في اسبوع ابو ظبي للاستدامه وجائزه زايد للاستدامه ومبادرة شباب من أجل الاستدامة، راح نشوف أكثر وياكم في هذا التقرير. تستضيف بلدية الفجيرة بالتعاون مع شركة مصدر بإمارة الفجيرة ولأول مرة الحافلة المستدامة، والتي تمثل أول بادرة تنطلق من إمارة الفجيرة مرورا بالسبع إمارات حتى تصل إلى أبو ظبي انتهاء بأبو ظبي. هذه الحافلة أول حافلة، حافلة ركاب مستدامة تعمل بالطاقة الشمسية، وإمارة الفجيرة دائما تطمح إلى التوجهات الرشيدة لدفع عجلة التنمية والتطورات الجديدة في الاستدامة، ودائما تشارك بأسبوع أبو ظبي للاستدامة. وطبعا هذا الحدث هو حدث توعوي لأسبوع أبو ظبي للاستدامة، كذلك تعريف بالاستدامة. طبعا نحن نسعد باستقبال واستضافة هذه الحافلة في إمارتنا إمارة الفجيرة التي تطمح دائما للتقدم والتطور، ودائما نحن الآن في عهد الاستدامة. توجهات القيادة بإمارة الفجيرة بأن تواكب الاستدامة وإنجازاتها بشكل عام اللي هو التوجهات الذكية الإلكترونية، التطبيقات الذكية جميعها، عندنا تطبيقات جديدة على مستوى الإمارة مثل تطبيق ثينك جرين، عندنا تطبيق اللي هو فرز النفايات من المصدر، طبقت في البداية المرحلة الأولى على المنازل والآن يعني طبقت على مستوى أكبر المرحلة الثانية.
طبعا الإمارة دائما تسعى لإنجاح يعني تسعى الإمارة دائما لإنجاح الممارسات الخضراء في إمارة الفجيرة. نسعى لتحقيق أهداف أسبوع أبو ظبي للاستدامة بالمشاركة، وفي النهاية أشكر القيادة الرشيدة في منحها لنا الثقة الكبيرة بانطلاق هذه البادرة من إمارتنا، وكذلك أشكر بلدية الفجيرة وأشكر جميع فريق العمل من شركة مصدر أو من بلدية الفجيرة. لطالما كانت الرواية تعبيراً حراً عن عوالم الكاتب، سواء كانت تجربة شخصية أم نتيجة خياله الخاص، بحيث تصب كلها في مصلحة القارئ والكاتب أيضاً، فاثنينهم يعيشون التجربة ولكن بشعور مختلف، وتزخر الساحة الأدبية الإماراتية بكتاب وكاتبات للرواية على اختلاف مضامينها وأنواعها. أصدرت الكاتبة لطيفة الجسمي رواية بين النفس والآخر، حديثاً بنتعرف أكثر في فقرة بانوراما. خلونا نرحب بضيفتنا لطيفة الجسمي، اهلا وسهلا فيك. هلا اخوي عبد العزيز، هلا اختي مروه، اهلا وسعيد بوجودي معاكم اليوم. يا مرحبا. استاذه لطيفه، خلينا نتكلم بين روايتك بين النفس والاخر، حتى الاسم كذا يعني شويه غريب. شوف، هو انت لما تختار اي كتاب اول شيء يشدك العنوان، صحيح. فحبيت انه يكون العنوان شيء من روح روايتي، بما اني روايتي يعني رومانسيه شوي، فاستلهمت فكرة بين النفس والآخر، يعني بين كل نفس ونفس أنا أحبك، يعني هذا هو. نعم. صورة المرأة والرجل في صراع دائم في روايات لطيفة الجسمي، لماذا؟ يعني هالشيء منذ الأزل، إن الصراع يعني بين الحياة، إن نعم. يكون في صراع بين الرجل والمرأة، يعني لو كانوا على نفس الروتين وعلى نفس لها ما بتحسين في طعم، ما بتحسين. نعم. يعني ان في الرياكشن الاكشن هذا اللي تتكلم فيه روح الروايه، ف حبيت ان اضيف ان في يكون صراع، يعني مثلا بين سراج الغريب كان صراع بين البطل وبين كيف يثبت نفسه، اما في روايه بين النفس والاخر فكان صراع ان كيف المراه تقدر تغير الرجل الفوضوي. نعم. كيف تقدر تغيره، مو هو اللي يغيرها، كيف هي تقدر ان تجيب لناحية الأمان، ما ان يجر. هل هذا الصراع بين الرجل والمرأة في رواياتك خلينا نقول بسبب الاختلاف فعلا بين الرجل والمرأة؟ كيف يعني؟ من ناحية الرجل مختلفة طريقة تفكيره، طريقة مشاعره عن المرأة، صحيح؟ صحيح. هل هذا الصراع بسبب الاختلاف بين الرجل والمرأة بطريقة تفكيرهم، طريقة معالجتهم للمشكلة، طريقة الحل صح للموضوع؟ صح صح صح. لأن الرجل بطبعه رجل عقلاني أكثر. لا فوضوي شوية. شكله ناويين عشان أنا بروحي يعني هنا. لا لا، الرجل بطبعه عنيد فوضوي، تحس إن يعني مو نفس المرأة، أحس المرأة راكزة. هذه في رواياتك لكن مش في الواقع. لا لا لا، في الواقع، في الواقع والمرأة تكون أقوى من الرجل، يعني في العاطفة المرأة تكون أقوى. صحيح، أنا أضم صوتي لصوتك. وأنا مع مروة. وأنا أختلف معاكم طبعا. أستاذة لطيفة، لو تكلمينا عن زيادة الكتاب العرب في خاصة في مجال الروايات، اليوم في كل معرض كتاب نشوف كاتبة ولا أكثر من كاتب جديد في مجال الرواية، صح. هل صالح الأدب اللي نحن موجودين فيه؟ بالعكس، شيء جميل جدا، حلو أخوي عبد العزيز أن الإنسان ينوع في الإحساس، ينوع في الأفكار، ما يتم على نفس الأسماء وعلى نفس النمط. لكن المخزون الأدبي اللي موجود في أي كتاب، ولا لما أي كاتب أنت لما روح نقرأ له، في بعض الكتب الناس تتحسف بعد ما تقراها نقرأت الكتاب الفلاني، في بعض الأحيان لا بالعكس الكتاب صح. قاعد يروح، الناس قاعد تستعجل. اللي مثلا في زمان أول الشخص يوصل 40-50 سنة بعدين يكتب كتابه الأول ويكون خجول رغم العمر اللي هو وصل له أنه كتب الكتاب الأول. نحن الحين نشوف واحد عمره 9 سنوات ولا 10 سنوات ألف له رواية وجزء أول وجزء ثاني وجزء ثالث. بالعكس، حلو حلو، يعني أن أنت تشجع. أنا ممكن قاسي يعني لبعض الناس، لكن أنا أكلمش رغم أنك أنت كاتبة وأنت تعرفين أكثر يعني عني، تعرفين تقدرين تردين بشكل أفضل يعني.
أنا أشوف الشيء جميل، بالعكس أنا الحين اليوم أنا أشجع عيالي على الكتابة، أشجعهم على القراءة، يعني بالعكس أنا أشوف حتى يعني يوم خلال إن أنا أروح المعارض أشوف إن في إقبال، في إقبال وفي إصدارات جديدة في كل موسم، في كل معرض في كتاب جدد، وحتى إن أنا يعني شفت طفل عمره 9 سنوات أقول له شو تسوي هني، يقول لي أنا جاي توقيع الكتاب، أقول خيبة علي أنا تأخرت وايد، المفروض كنت يعني بنفس عمرك إني أبتدي، يعني بالعكس شيء جميل جدا. فعلا تشجعين الكتابة. نعم لطيفة، عندك روايتين صحيح؟ صح. خبرينا عنهم أكثر، يا ريت لو نشوف الكتابين نستعرضهم الآن على الهواء مباشرة. وشو الرواية الأحب لقلب لطيفة؟ أنت شو مودك؟ تحبين الأكشن ولا تحبين الرومانسية؟ الأكشن والرومانسية أحس يعني اشتري الاثنين عادي. اشتري الاثنين إن شاء الله موجودة عن ميدان. خبرينا عنهم أكثر. شوفي سراج الغريب أنا استلهمت يعني فكرة الثورات اللي استوت والهجرات اللي صارت، اللي هاجروا لدول أوروبية. نعم. يعني هالشاب هاجر لكنه فقد هويته، فقد عائلته، فقد كل شيء، بس كيف انه أصر وتحدى نفسه لانه ليحصل لهويه جديده. وطبعا ما بين الاكشن والمافيا والمخابرات وقصه الحب المريره اللي عاشها ووصل يعني لقى له هويه من اول جديد. اما بين النفس والاخر قال لطيفه احنا نبى روايه رومانسيه، يعني مثل هاشتاق قهوه وكتاب، فهي روايه شوي اهدى فيها كوميديا مرحة، فيها قصة حب جميلة. يعني بطلتي يعني هم شابان يعني متناقضان لا يشبهان بعض، يعني الشاب بطلي هو شاب مغرور متفاخر بحياة الفوضوية، أما بطلتي يعني شابة جميلة مرحة صبورة قوية. طبعا ما بحرق الأحداث بشكل كبير للمرأة، لا 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 بالعكس، بالعكس في السراج الغريب كان البطل هو اللي ماخذ دور البطوله كلها. انا برايي كشخص يقرا احس ان التناقضات في بين البطلين يولد عند القارئ فضول اكثر لانهاء الروايه. أكيد صحيح أكيد, اكيد اكيد. ليش استخدمتي هذا الموضوع، موضوع التناقضات؟ هل لإثارة الفضول عند القارئ اكثر؟ شوفي لو انت تقرين روايه على نفس الروتين ما بتكملينها. نعم. مستحيل تكملينها، انت لازم يكون لك شغف ان انا لا ما بأروح أبى أفتح الصفحة الثانية، لا شو الحين بيستوي، شو بيستوي. أنا مثلا في رواياتي أنا ضد أن أكتب 300 صفحة. أنا بإمكاني أكتب كلام فاضي 300 صفحة، لكن أنا هدفي في رواياتي أن تكون كأنك حاضر فيلم سينمائي، تشوف الفيلم كامل وأنت متشوق إلى النهاية. جميل. متى يعرف الروائي أن هذا الرواية اللي كتابها واللي نشرها نجحت؟ كيف ممكن نعرف في الطبعة الثانية مقياس؟ لا مقياس النجاح في الرواية، هل في المبيعات يعتبر مقياس أكيد نجاح؟ في المبيعات، لما أنت تكون موجود في المعرض تشوف إقبال الناس على الكتاب ويسألونك وين هالكتاب وين هالكتاب. الحمد لله رب العالمين، يعني أنا يوم نزلت سراج الغريب كان إقبال كبير عليه وصار الأكثر مبيعا، اتحمست ونزلت بين النفس والآخر الحمد لله. يعني أنا مثل أشوفه في المعارض أن أشوف الحمد لله يعني. نعم. في إقبال كبير. جميل. بعض دور النشر عندهم شروط معينة اللي هي أن مثلا صفحات الكتاب تتجاوز كم من سطر أو كم من صفحة، 200 يمكن صفحة أو 100 صفحة. صحيح؟ أقل شيء 100 صفحة. أقل شيء. هل هذا الموضوع أو هذه الشروط اللي يحطونها دور النشر ممكن توقف عائق أمام الكاتب؟ لا. بإيصال فكرته أو الزبدة من الكتاب؟ يعني أنت اليوم تقدرين توصلين فكرتك بصفحة واحدة. نعم. يعني أنا ما شفت إن هالشيء العائق، بالعكس. يعني ممكن أنه يسهب الكاتب بعض الأحيان علشان هو شروط دور النشر. يعني صحيح؟ يعني أنت ككاتبة، أنت كروائية تقدرين يعني أنت كيف توصلين الرسالة بالشروط اللي هم حاطين لك إياها. نعم. شنو الخيال العاطفي في الرواية؟ لو تكلمين عن الخيال العاطفي. شوف الخيال العاطفي اليوم إحنا نسميه آلية التنفيس. يعني الحين أنت كإنسان تمر بضغوطات يومية، تمر بأشياء، فأنت لما تقرأ رواية تكون خلاص مسافر يعني في الرواية. يعني أنت تشوف اليوم شهرة البوليود والسينما الهندية، ليش؟ لأنهم استغلوا هالجانب بشكل فعال، فأنت تلقى الناس يتهافتون اللي يشوفونه. يعني هذا الرجل اللي من شغله والمنهد الفقير لما يدخل السينما خلاص يعيش عالم ثاني. فلولا الخيال العاطفي ما نجحت أي رواية يعني أو أي فيلم سينمائي. نعم.
لكل شخص كاتب في كاتب او روائي او شاعر تحسين انه يمثلك، يوم يكتب تحسين كان انت اللي كتبتي هذه القصيده او هذه الروايه، بمنو تاثرتي ومنو الشخص اللي تحسين فعلا يمثلك؟ شوفي انا نزاريه 100%، نزار قباني. نزار قباني ما ادري. اذا انت متحيزه للمراه صح؟ ما اعرف يعني هالانسان، يعني انا ترعرعت على كتاباته على قصائده. نعم. يعني اعشق لغته في الفصاحه، اعشق طريقته في الكتابه، هو مو بس شاعر، هو دبلوماسي وكاتب. فانا محصولا نزاري 100%، وتعلمت ابجديه الياسمين منه. يعني نعم. هالانسان له تاثير كبير علي. على فكره انا اسم بطل روايتي بين النفس والاخر نزار بعد، يعني متحيزه. شوف مو متحيزه. لا مش متحيزه، واضح. اطلقتي روايتك في معرض الشارجه للكتاب وكان في حفل توقيع. يعتبر معرض الشارجه للكتاب من اكبر المعارض الادبيه على المستوى الوطني العربي، شو يعني لك؟ شوف، معرض الشارقة هذا حلم أي كاتب إنه ينزل إصداراته من خلال هالمعرض، وكوني شاركت يعني في أكبر توقيع في العالم والشرف دخولي موسوعة جينيس، هذا بحد ذاته إنجاز. نعم. على الصعيد الشخصي والأدبي لي. نعم. جميل. ذكرتي أنك بتدخلين لموسوعة جينيس الحين، كيف يعني؟ في توقيع. بتدخلين؟ احنا دخلنا في هاليوم التوقيع جميل جدا. زين، هل تفكرين بترجمه روايتك للغات اخرى؟ نعم، لان انا في المعرض وايد صادف جنسيات وكلهم يقولوا لي احنا ما نعرف نقرا عربي، فقلت لهم اكيد ان شاء الله انا عندي، يعني انا ابغى ان شاء الله. ان شاء الله. مروه تكلمت عن ترجمه الكتب، لكن انا دوما الحين اشوف الانتشار الالكتروني لبعض الكتب وبعض الروايات قاعد ياخذ اقبال كبير وينتشر بشكل كبير وسريع، هل فكرتي في هذا المجال النشر الالكتروني؟ ما ادري للحين لا، بس انا اعتبر منافس بس مش قوي. ليش؟ يعني هالاقبال اللي اشوفه في المعارض من هالكتاب ويوم من هالقراء، يوم انا اسالهم يقولون لا احنا لطيفه نعشق الورق الطازج، وانا فعلا عندي رائحه الورق هاي بروحها لذه لما تقرا روايه. شفت؟ لا انا متفق، لكن ويقول ما يحس بمتعه في هذا الموضوع. ياثر على النظر، ياثر على النظر، تلبس نظارات. لان احنا بسطاء ما نقدر نشتري كتاب، فعلشان كذا نسرق من النت. لا انا خاف على عيونك صراحه. شكرا لك استاذه لطيفه الجسمي، اتمنى لك التوفيق، كنتي ضيفه في نادي الجزيره. انا اللي سعيده بوجودي معاكم اليوم، وهذا الشرف كبير لي. شكرا لك استاذه، اتمنى لك التوفيق. جميل جدا مروه، فعلا ونهايه اسبوع سعيده عليك. ونهايه اسبوع سعيده لك وايضا للاستاذه لطيفه الجسمي، يعطيك العافيه، نورتينا. تصبحون على خير وسعاده، ونشوفكم على خير في مالا. مشاهدينا تصبحون على ألف خير يا رب، وعطلة سعيدة لكم. تريونا يوم الأحد بإذن الله بمواضيع جديدة ومتنوعة ومختلفة في أمان الله.